اتصاليات صاروخية نوعية من لبنان تستهدف الخضيرة ونتانيا شمال تل أبيب، والمقاومة تدخل قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا إلى دائرة استهدافاتها. ورئيس الأركان الاحتلال يقر بصعوبة عملية بنيامين وجيشه يتحدث عن تعقيدات في المواجهة مع حزب الله، وإعلام تل أبيب يصف العملية بكارثة مسيرة ويؤكد قدرة الحزب الفتاك على جر إسرائيل إلى حرب استنزاف مؤلمة وطويلة. والاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويستهدف عشرات البلدات في الجنوب والبقاع، ويقصف قافلة مساعدات في بلدة دورس جنوب بعلبك وبلدة أيتو في الزغرتة وارتقاء شهداء. لك شو هالضربة لايك لايك هاي بالحارة. وفي غزة وغداة مجزرته المروعة في دير البلح، الاحتلال يرتكب المزيد في رفح ومخيم جباليا المحاصر، والمقاومة تواصل التصدي، والقسام توثق كمينها بسرية مشاة من الاحتلال شرقي المخيم وتتوعده بالمزيد. رسالة إلى جلند الحقير والذي يذكره بكلماته التي قال فيها في بداية المعركة: أرى انتصار الحماس بإذن الله، والله إننا نرى انتصار لإسرائيل. وفي الضفة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين وتفجير عبوة بآلية إسرائيلية. ووزير الخارجية الإيراني يعلن إيقاف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ضمن الظروف الإقليمية الحالية الخاصة، ويؤكد أن إيران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لها. حزب الله توعد وهو يفي بوعده، هذا ما أكده الإعلام الإسرائيلي نفسه تعليقا على استمرار دك الحزب لحيفا وعكا وطبرية وصولا إلى نتانيا وقاعدة ستيلا ماريس البحرية، وذلك غداة ما أجمع الإعلام الإسرائيلي على وصفه بكارثة المسيرة في بنيامين جنوبي حيفا. وفي غزة المقاومة على وعدها رغم هول المجازر المتلاحقة والحصار الخانق لشمال القطاع، وقد أعلنت عن المزيد من العمليات ضد الاحتلال ووثقت القسام كمينا محكما ونوعيا في جباليا توعدت فيه الاحتلال بالمزيد. ونذهب إلى التطورات في جنوب لبنان على وقع الاستهدافات المستمرة في الجنوب مع زميلة فاطمة فتوني. فاطمة، المشهد على حاله في الاستهدافات وفي أيضا الاعتداءات الإسرائيلية. نعم دينا، قبل قليل أو الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة رب 30، هذه البلدات يعني بلدة رب 30 والطيبي وعديسي وكفرشوبة وشبعال التي كانت تتعرض لقصف مدفعي عنيف. الآن هناك بلدة روب 30. تزال المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور. قبل قليل كان هناك اشتباكات مباشرة مع المقاومين في مثلث القوزح عيتا رامية. الاحتلال الإسرائيلي يحاول الدخول إلى البلدات في عدة محاور، وتحديدا من الحارة الغربية لبلدة عيتا الشعب. المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما تشاهدين وتسمعين يعني الآن هناك أيضا قصف مدفعي في هذه المنطقة، فلنبقي الصورة على الميدان والأشرح عن تفاصيل عمليات المقاومة. الآن المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لبلدة عيتا الشعب، يحاول الدخول من خلة وردي والحارة الغربية. المقاومة تتصدى لمحاولات التسلل الإسرائيلية إلى داخل البلدة، كذلك باتجاه القوزح ورامية ما زالت المحاولات مستمرة من قبل
قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسلك مسارات غير مرئية في الوديان وخلف الأشجار وتختبئ في كروم الزيتون وبين أشجار الحرجية في هذه المناطق، كما حصل في ميس الجبل عندما حاولت أيضا التقدم باتجاه مستوطنة المنارة مستخدمة طريق كروم الزيتون للوصول إلى هذه البلدة، بالإضافة إلى بليدة عندما وصلت إلى مرتفع كنعان واستهدفتها المقاومة بشكل مباشر قبل قليل. أعلنت المقاومة أيضا للمرة الثانية عن استهداف قوة إسرائيلية في بلدة مركبة صباح اليوم، كنا أيضا قد شهدنا استهداف مباشر لقوات الاحتلال في بلدة مركبة. الآن كما تشاهدين هذه الجبهة المشتعلة دينا، عادت واشتعلت وبعد هدوء حذر لأيام، الاحتلال الإسرائيلي وبشكل قام بقصف فوسفوري وأيضا مدفعي على كفر شوبة وشبعة، مما أدى إلى اشتعال النيران من جراء القصف الفوسفوري الكثيف الذي استهدف هذه المنطقة. لازال القصف المدفعي مستمر هذه المرتفعات على امتداد هذه المرتفعات بدءا من مرتفع الرمثة حيث يتواجد موقع الرمثة وصولا حتى موقع الرادار، يمكننا أن نشاهد بعدسة النجار كذلك كانت تتعرض بلدة شبعة الأطراف الجنوبية لقصف مدفعي وفوسفوري، كذلك بلدة كفر شوبة. دائما الاحتلال الإسرائيلي يحاول إيجاد لنفسه ساتر دخاني يحمي مواقعه، هو يظن بهذه الطريقة بأنه يحمي مواقعه التي تقع في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة ربما من الاستهدافات من قبل المقاومة، لأنه كان هناك تحرك لآلياته من بعد ما اختفت لفترة طويلة في هذه المواقع، عادت وتحركت الآليات قبل قليل خلف هذه التلال، وربما لأجل تحرك ما يحاول أن يوجد لنفسه هذا الغطاء الدخاني والمدفعي لكي يحمي قوات جنوده أو قوات المشاة الإسرائيلية أو ربما آلياته في هذه المناطق. ولكن لابد أن أشير إلى نقطة، إلى أن الاحتلال حاول بأكثر من طريقة في عدة محاور أن يوجد لنفسه هذه السواتر الدخانية من أجل سحب الإصابات كذلك كما حصل في رأس الناقورة، ولكن على الرغم من ذلك تمكنت المقاومة من استهداف أكثر من قوة وتمكنت من استهدافات دبابات الاحتلال ومدرعاته وقوات مشاته الإسرائيلية كما حصل يوم أمس في رامية عندما حاولت تقدم قوة إسرائيلية من موقع ظهر الجمل باتجاه البلدة حتى تمكنت المقاومة من استهداف مدرعة إسرائيلية كدبابة قوزة. حتى هذه اللحظة عمليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على قدم وساق وهي تتابع الميدان بين الحين والآخر، هنا قراشة يقوم الاحتلال بالتمشيط في محيط مواقعه في أكثر من محور يحاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم. قبل قليل أعلنت المقاومة عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة مركبة، الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حاول الدخول إلى هذه المركبة إلى بلدة مركبة من وادي هنين حيث تقع ثكنة رميم، يتمركز حاول التمركز في المواقع الخلفية لمراكز اليونيفل أو لمركز اليونيفل، وما زال يأخذ من هذه من قوات اليونيفل دروعا بشرية ويختبئ خلفها تماما، وفي بعض النقاط اعتدى على هذه القوات مما أدى إلى إصابة أكثر من عامل في هذه القوات كما حصل في رأس الناقورة. حاول الدخول من وادي هنون وهو عبارة عن منخفض جغرافي غير مرئي للجانب اللبناني يقع ومشرف على مواقع العباد والمرج، كل هذه النقاط محيطة بهذا الوادي، لكن المقاومة تمكنت من رصد هذه القوة الإسرائيلية وقبل قليل أعلنت عن استهداف قوة أخرى في هذه النقطة. أيضا كان هناك محاولات للتقدم في عدة محاور تتصدى المقاومة لهذه التجمعات، جنود الاحتلال أيضا كما حصل في مارون الراس حيث استهدفتهم بشكل مباشر، تستخدم المقاومة في استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي الصواريخ الموجهة لاستهداف آلياته ودباباته والتي حققت فيها إصابات مباشرة بالمناسبة، كذلك تستخدم القذائف المدفعية كما شهدنا في مركبة وكما شهدنا في بليدة وفي ميس الجبل. لازلنا نرصد وإياكم هذه العمليات، عمليات التصدي، كذلك وجهت المقاومة نيرانها باتجاه قواعد الاحتلال الإسرائيلي وهي توسع مديات النيران في حيفا وفي تل أبيب كما حصل اليوم، قواعد عسكرية تختارها وتصيب أهدافها بدقة، ولا ننسى العملية النوعية المركبة التي نفذتها المقاومة يوم أمس ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى في صفوف ضباط أو جنود الاحتلال الإسرائيلي من لواء جولاني حيث أصابت معسكر تدريب. نحن أيضا نرصد مسار عمليات المقاومة إن كان في الحافة الأمامية أو حتى التي تقع في عمق الأراضي المحتلة، كذلك نرصد وإياكم دينا هذه التطورات الميدانية التي تحصل على هذه الجبهة، وسنبقى معكم لمواكبة كل جديد على هذه الجبهة.
ونحن نتابع معك هذه الصورة إذن الزميلة فاطمة فتوني لهذه التطورات في جنوب لبنان. كما ذكرتي إذن يعني يتم العمل على محورين، وأيضا تتم الاستهدافات في محورين، مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. معنا فاطمة؟ سنبقى مع هذه الصورة إذا مشاهدينا، لكن نذهب إلى سياق هذه النشرة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت بصلية صاروخية نوعية ثكنت بيت ليد شرق نتانيا وقاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا. واستهدفت حيفا هذا الصباح بأكثر من صلية، حيث سمعت أصوات انفجارات في سماء المدينة. مراسلنا في جنوب لبنان أكد إطلاق صلية صاروخية نوعية قاربت 10 في اتجاه حيفا، وتم أو كما أعلنت تنفيذها 12 عملية أخرى آخرها التصدي لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة مركبة بقذائف المدفعية واستهداف كريات شمونة بصلية صاروخية. يأتي ذلك فيما لا يزال الاحتلال يتخبط في حيرته من جراء الهجوم الذي تعرض له مساء أمس، والذي يعتبر الأكثر إيقاعا للخسائر وسط الضباط والجنود الإسرائيليين منذ 8 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، إذ أقر الاحتلال بمقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين، حالة 8 منهم حرجة، وذلك بعد استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان معسكر تدريب تابع للواء جولاني في بنيامينة جنوبية حيفا المحتلة. ووصفت وسائل أعلام إسرائيلية العملية بالحدث الأصعب منذ بدء الحرب، وكشفت أن حزب الله ضرب الجنود عندما اجتمعوا لتناول الطعام في القاعدة العسكرية. وسائل أعلام إسرائيلية قالت إن التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي تفيد بأن الطائرة المسيرة قد تكون من طراز صياد 107. في حدث غير مسبوق وصف بالأكثر دموية منذ بدء الحرب، استهدفت طائرة مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله من لبنان قاعدة عسكرية تابعة للواء جولان النخبوي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن سقوط نحو 70 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح. انفجار الطائرة في قلب قاعة الطعام المكتظة بالجنود وقت العشاء بعد فشل منظومات الكشف والاعتراض الإسرائيلية في رصدها أو اعتراضها دفع الرقابة العسكرية إلى فرض تعتيم إعلامي على الحدث، تعتيم لم يحل دون الاعتراف بأنه الحادث الأصعب على إسرائيل منذ بدء الحرب وعن استمرار حرب أدمغة بين إسرائيل وحزب الله. نحن في مساء صعب جدا، وهذا أمر لن ينتهي في الساعات القريبة. حزب الله يشخص نقاط الضعف الإسرائيلية، إذ من الصعب جدا متابعة هذه المسيرات الصغيرة. القفزة النوعية في عداد القتلى والمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي من جراء استهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية والمواجهات الالتحامية على الحدود مع لبنان، قفزة التي وصلت إلى 100 إصابة في غضون يوم واحد، سرعان ما أثارت انتقادات لاستمرار خطاب الغطرسة الإسرائيلية ودعوات إلى عدم الاستخفاف بحزب الله الذي أظهر أنه لا ينكسر بسهولة. يجب الأخذ بالحسبان أن حزب الله يدير اقتصاد ذخائر وهو حاليا لم يهزم. نعم، هو تلقى ضربات قاسية جدا، وإلى جانبنا دعم أمريكي وغربي وغض طرف من أجل إكمال هذه المعركة، ولكن مع ذلك حزب الله لم يخضع ولا يزال واقفا على قدميه يوجه اللكمات إلى إسرائيل. وعلى وقع الضربات القاسية التي تلقتها إسرائيل، دعا خبراء ومعلقون إلى عدم الاستهانة بحزب الله
الذي امتص في رأيهم الصدمة ودخل سريعا في مرحلة التعافي. ولفت آخرون إلى أن الحزب لا يزال يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة، وهو ليس يحافظ على إنجازه الاستراتيجي بتهجير الشمال وحسب، بل يرسم المعادلات عندما يقصف حيفا ووسط إسرائيل ردا على استهداف بيروت والضاحية الجنوبية. وعلى وقع هذا العاجل، بحيث أعلنت المقاومة الإسلامية أنها تخوض اشتباكات عنيفة في بلدة عيت الشعب بقذائف بأنواع أسلحة الرشاشة والصاروخية والقذائف، هذا ما أعلنته إذن المقاومة الإسلامية في لبنان. نعود إلى زميلة فاطمة فتوني نستطلع منها الأوضاع في الجنوب، كيف تبدو على وقع الاستهدافات المتصاعدة حتى هذه اللحظة؟ فاطمة، ماذا في التفاصيل؟ يعني لا تزال المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محور. قبل قليل كنا نتحدث عن محور عيت الشعب القوزة حرامية، الآن أعلنت المقاومة عن اشتباكات عنيفة في بلدة عيت الشعب بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية والقذائف المدفعية، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة. كنا قد ذكرنا قبل قليل عن الأسلحة التي تستخدمها المقاومة، بالإضافة أيضا إلى استهدافها أيضا لناقلة جند بصاروخ موجه أثناء الاشتباكات في بلدة عيت الشعب، ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها. إذن المقاومة تواصل تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجبهة، تحديدا في عيت الشعب. يحاول الاحتلال أن يسلك مسلك خلة وردي كما حصل يوم أمس، واليوم استهدفت المقاومة أكثر من تجمع في خلة وردي، وهي عبارة عن منطقة حرجية تقع عند الأطراف الغربية لبلدة عيت الشعب، مقابلة تماما لمواقع الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا الراهب وبرانيت. لابد أن أشير إلى أن هذه المواقع كانت تتعرض دائما لاستهدافات مباشرة من قبل المقاومة. كذلك أيضا إذا ما أشدنا بالإضافة إلى موقع رامية أيضا المشرف عليها كذلك. إذا ما تحدثنا عن الاستهدافات ومواصلة المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في أكثر من نقطة، قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تختبئ الآن خلف مقرات اليونيفيل في بلدة مركبة، استهدفت المقاومة قوة إسرائيلية قبل قليل في هذه البلدة، ولكن هناك قوات إسرائيلية تختبئ خلف القوات النيبالية واليونيفيل على امتداد هذه الجبهة، تحديدا في مركبة، وتتخذ من هذه القوات دروعا بشرية. وهناك اشتباكات أيضا في هذا المحور تدور الآن بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال تحديدا في محور مركبة، حيث أيضا تسمع أصوات الانفجارات في هذه المنطقة، إضافة إلى اشتباكات مباشرة في بلدة ميس الجبل يخوضها المقاومون الآن مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكما كنا نشاهد ونرصد في بيانات المقاومة، تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة، وتتصدى لقوات المشاة وأيضا لناقلة الجند كما حصل قبل قليل عندما استهدفت ناقلة جند في بلدة عيت الشعب بحسب ما جاء في بيان المقاومة. والآن هناك بيان آخر، استهدفت تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة راموت نفتالي بسلية صاروخية. كما نشاهدين عمليات المقاومة لا تتوقف، وهي يعني يوم أمس تخطت 38 بيانا، 38 بيانا، واليوم أيضا هي تصل العمليات الليل في النهار لا تتوقف. نرصد عمليات للمقاومة خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات النهار، لكن اللافت أن المقاومة تتمكن من الجمع الحربي وجمع المعلومات وتحركات جنود الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الجبهة حتى في ساعات متأخرة من الليل، ليس فقط في النهار، حيث نشهد وشهدنا اليوم 4 عمليات استهداف مباشر لتجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر في اللبوني وفي خلة وردي كما كنا نرصد في بيانات المقاومة. إضافة إلى هذه العمليات والتي تجري في الحافة الأمامية، المقاومة تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال داخل الأراضي المحتلة، حيث استهدفت تجمعات في راموت نفتالي، وكنا أمام أيضا استهدافات مباشرة لتجمعات للاحتلال الإسرائيلي. التركيز كان على المستوطنات في إصبع الجليل، حيث تتواجد كفر جلعادي، كفر يوفال، مستوطنة كريات شمونة بالمناسبة التي أعلنت المقاومة عن استهدافها
اليوم أيضا. نحن وإياكم ولازلنا نسمع أصوات القصف الآن. الآن هناك قصف على بلدة الطيبة وعديسي ورب 30. هذه يعني إذا ما تحدثت عن هذه البلدات، هي تقع في القطاع الشرقي مقابل موقع مسكف عام ومستوطنة مسكف عام. بلدة عديسي التي دارت فيها أيضا اشتباكات عنيفة قبل أيام، ربما نكون أيضا أمام محور جديد واستهدافات جديدة من قبل المقاومين في هذه النقطة تحديدا، خصوصا أننا عندما نتحدث عن الطيبة وعندما نتحدث عن رب 30 وعديسي، هي مناطق يعني يشرف عليها موقع الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في مسكف عام، بالإضافة إلى مواقع المرج والعباد كذلك التي تشرف على منطقة رب 30. كل هذه التطورات نحن نرصدها وإياكم، بالإضافة إلى هذه الجبهة وما تشهده الآن. يعني الآن نسمع قصف بعيد نسبيا وهو من جهة الطيبة. حاليا القصف على هذه التلال توقف منذ تقريبا الدقائق من الآن، ولكن ما زالت النيران مشتعلة في شبعة وكفر شوبة نتيجة الاستهداف المباشر للقذائف الفوسفورية التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدات في القطاع الشرقي. شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة الزميلة فاطمة فتوني. إذن نحن نتابع معكم مشاهدينا يعني سلسلة اعتداءات إسرائيلية على محاور عدة، سحب الدخان لازالت حتى هذه اللحظة أيضا بحسب ما تتحدث الزميلة فاطمة فتوني، فإن الاشتباكات والتصدي للمقاومة الإسلامية للقوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية مستمر، وهناك أيضا حالة رصد ومتابعة دقيقة من قبل المقاومة الإسلامية ليلا ونهارا لأي قوة تحاول التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية. نبقى مع هذه الصورة للزميلة فاطمة فتوني ونذهب إلى زميل محمد الساحلي لنستطلع من هالأوضاع أيضا على وقع الاستهدافات المستمرة. محمد، كيف يبدو المشهد لديك؟ دعينا نبدأ من إيطو، علما أنها هي موجودة في قضاء صغرتا وتحديدا في محافظة الشمال، والاستهداف الذي حصل لأول مرة في تلك المنطقة وتحديدا هي بلدة تقع على الطريق المؤدي بين بلدة صغرتا وبلدة إهدن. المعلومات الأولية حتى الساعة تتحدث عن انتشال 12 شهيدا وأربعة جرحى، وبالتأكيد الحصيلة مرشحة للارتفاع. وبحسب بعض المصادر الموجودة هناك كمية كبيرة من الأشلاء للأسف، و العمل على رفعها لتحديد العدد النهائي للشهداء. وبالتالي الرقم المؤكد حتى الساعة أنه تم انتشال 12 شهيدا، هناك 4 جرحى، ولكن المعلومات تتحدث عن وجود على الأقل 20 شخصا ضمن هذا البناء المؤلف من 4 شقق سكنية كانت كلها مسكونة، وبحسب المعلومات أنهم نازحون. أما على صعيد محافظة البقاع تحديدا وبعلبك الهرمل، سلسلة غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية وتحديدا خلال فترة الظهر وصولا إلى الساعة 2 ظهرا. هذه الغارات تركزت بالموجة الأولى تحديدا جنوبي محافظة بعلبك الهرمل وتحديدا في منطقة سرعين، بالإضافة إلى منطقة علي النهري ورياق وحارة الفيكاني، ومن ثم كان هناك موجة ثانية من الغارات طالت بلدة دورس المحاذية تماما لجنوب مدينة بعلبك وصولا إلى منطقة عين برضاي التي تقع شرق المدينة، قبل أن تطال الغارات شمالي قضاء بعلبك وتستهدف بلدة العين بثلاثة غارات. إحدى هذه الغارات كانت على مبنى على الطريق العام المؤدي بين بعلبك والهرمل وأصابت قافلة. محمد، سنعود إليك، لكن هناك تطورات لدى زميلة فاطمة فتوني. فاطمة؟ نعم دينا، الموقع الذي ترونه الآن هو موقع رويسات العلم، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل هذا الموقع. لا أدري إن كنا نستطيع أن نرصد الدخان. نعم نستطيع أن نرى ذلك فاطمة، الذي يتصاعد من نعم. الآن أصدرت المقاومة بيانا تقول فيه أنها استهدفت تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسات العلم الذي يقع في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية. وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل، أن الاحتلال الإسرائيلي عندما يريد أن يتحرك داخل مواقعه دينا يقوم بإيجاد هذا الساتر الدخاني، ولكن على الرغم من ذلك تتمكن المقاومة من استهداف هذا الموقع. نسمع الآن رشقات رشاشة من هذا الاتجاه،
نسمع أصوات رشقات رشاشة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات كفر شوبا اللبنانية المحتلة. يعني ربما نكون أمام مشهد جديد من ميدان جديد هنا، محاولات التصدي لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات. دينا، كنت قد ذكرت بأن الاحتلال عندما يقوم بتجميع قواته وعندما يقوم بفعل أي تحرك في هذه المواقع يقوم بإنشاء هذا الساتر الدخاني خشية من الاستهداف المباشر، لكن منذ حوالي الساعة والنصف تقريبا وجيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي القذائف المدفعية إن كان في شبعة أو كفر شوبة التي تقع مقابل موقع رويسات العلم، إلا أن المقاومة تمكنت من استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقع، وكنا قد شاهدنا ورصدنا الدخان يتصاعد من هذا الموقع مباشرة على الهواء. إذن المقاومة مستمرة في هذه العمليات، عمليات التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المواقع. موقع رويسات العلم، اسمح لي فقط أن أشرح قليلا عن هذا الموقع دينا، لا أدري إن كان لدي وقت أن أشرح قليلا عن هذا الموقع. نعم فاطمة. نعم، هذا الموقع يقع مقابل بلدة كفر شوبة. سبق وأن استهدفت المقاومة في هذا الموقع آليات وأيضا دبابات كانت تتحرك داخل هذا الموقع منذ اشتعال جبهة الإسناد، وهي تستهدف تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقع في نقطة مشرفة تماما على عدة بلدات جنوبية ومن بينها بلدة كفر شوبة التي تقع في قرى العرقوب، وهي إحدى قرى العرقوب وتقع في القطاع الشرقي، يقع في محاذات مواقع الاحتلال الإسرائيلي في السماقة والرادار وأيضا موقع الرمثة، بالإضافة إلى ثكنة زبدين التي تقع في الجهة المقابلة والتي أيضا تعرضت اليوم لاستهداف مباشر من قبل المقاومة، ويوم أمس تعرضت أيضا لاستهداف مباشر لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه الثكنة. كنا أمام استهداف مباشر لهذا الموقع الذي يقع في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، ونسمع أصوات الرشقات الرشاشة الآن من في محيط هذه المواقع. نعم. التي تقع في هذه التلال المشرفة على عدة قرى جنوبية. طيب ابقي معنا أو نبقى مع هذه الصورة زميلة فاطمة فتوني، ونعود إلى الزميل محمد الساحلي. نعتذر على المقاطعة محمد، إنما لضرورات الميدان كنت أتحدث عن أنه هناك مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة أيطو في زغرتة شمال لبنان، هي نقطة تصل أو بلدة تصل ما بين إهدن وزغرتة، وحتى الساعة الحديث يدور عن 12 شهيدا، 4 جرحى وأشلاء كثيرة، وكان هناك 20 شخص على الأقل متواجد داخل المبنى المؤلف من 4 طبقات، على الأرجح هم نازحون. كنت أسرد لنا أيضا محمد العمليات أو الاستهدافات والاعتداءات في البقاع، وماذا عن المزيد في التفاصيل؟ نعم دينا، يعني تحدثنا عن سلسلة الغارات التي طالت جنوب محافظة بعلبك الهرمل وطالت كل من سرعين علي النهري رياء بالإضافة إلى بلدة الفيكاني، ومن ثم كان هناك موجة ثانية من الغارات طالت جنوب مدينة بعلبك وتحديدا بلدة دورس بالإضافة إلى الجهة الشرقية من المدينة وهي بلدة عين بورضاي، كما استكمل الطائرات الإسرائيلية عدوانها شمال القضاء وطالت بلدة العين بثلاثة غارات. إحدى هذه الغارات كانت على مبنى على الطريق العام مباشرة، وصادف مرور قافلة المساعدات التي ترسلها الحكومة اللبنانية من وهي مساعدات من دولة الإمارات، وصادف مرور هذه الشاحنات على هذا الطريق مما يعني أدى إلى إصابة سائق إحدى الشاحنات بإصابة خطيرة، تم نقله إلى إحدى مستشفيات الهرمل والآن يعمل على نقله إلى مستشفى هيكل في طرابلس، بالإضافة إلى إصابة مدنيين اثنين من أهالي بلدة العين. كما آخر الغارات بالجغرافيا كانت هنا في جرود منطقة الهرمل وتحديدا في أعالي بلدة الشربين الواقعة في الجرود. تحليق لا يتوقف للطيران المسير في كامل محافظات بعلبك الهرمل، وتحليق أيضا متقطع للطائرات الحربية. نعم. وبالمناسبة الغارة على بلدة إيتو في زغرتة دينا تزامنت مع العدوان على منطقة البقاع، ويبدو ربما نتحقق أكثر من الأرقام، يبدو أعداد الشهداء تزداد. الزميل محمد الساحلي عن 12، شكرا جزيلا دينا. بطبيعة الأحوال الحديث هو عن 18، ولكن
نعم الحديث هو عن 18، ولكن تبقى هذه ضمن علم الإسعاف والأنقاذ. إن لم تحصلي على الجثمان أو أخرجتيه من تحت الأنقاض ربما يكون هناك أحياء، وبالتالي 12 شهيدا هم المستخرجين من تحت الأنقاض. نعم. ربما التقديرات للميدانيين تحكي عن عدد شهداء، ولكن يبقى ذلك ضمن الأعداد الغير مؤكدة، ولكن 12 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، 4 جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات. نعم وهناك حديث عن وجود 4 أو 6 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض. للأسف. الزميل محمد الساحلي مراسلنا من البقاع، شكرا جزيلا لك. غرفة عمليات المقاومة الإسلامية كشفت في بيان تفاصيل العملية التي أكدت أنها تضمنت مسيرات تستخدم للمرة الأولى، انفجرت في غرف تضم العشرات من الضباط والجنود الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار. أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها تفاصيل ما أكدت أنه عملية نوعية ومركبة استهدفت قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في بنيامين جنوبي حيفا المحتلة. وأوضحت غرفة العمليات أن القوة الصاروخية في المقاومة أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهرية وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي. وبالتزامن أطلقت القوة الجوية أسرابا من مسيرات متنوعة بعضها يستخدم للمرة الأولى باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، وتمكنت هذه المسيرات النوعية من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي من دون اكتشافها، ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة جولاني في منطقة بنيامين جنوبية مدينة حيفا المحتلة. المسيرة انفجرت في غرف تضم العشرات من ضباط الاحتلال وجنوده الذين كانوا يستعدون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ويؤكد البيان أن ما شهده الاحتلال في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا ما قرر الاستمرار في اعتداءاته، ويحذر البيان الاحتلال من أن التمادي في اعتداءاته على لبنان سيجعل من حيفا وغيرها بالنسبة إلى صواريخ المقاومة ومسيراتها بمنزلة كريات شمونة والمطلة وغيرهما من المستوطنات الحدودية. وإذا كان الاحتلال قد راهن بحسب البيان على عدم قدرة المقاومة على تنفيذ تهديدها بعدما أقدم عليه من عمليات أمنية واغتيال لقادتها وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فإن المقاومة قررت بهذه العملية تأديب الاحتلال وإظهار بعض من كثير مما هي قادرة عليه في أي وقت تختاره وأي مكان تريده، سريا كان أو علنيا. توحدت العناوين في الصحف الإسرائيلية هذا الصباح وكانت عبارة كارثة المسيرة عنوانا مشتركا بعد عملية بنيامين. وأقر الإعلام الإسرائيلي بأن حادث الطائرة المسيرة يمثل حدثا صعبا ومزعجا وإشكاليا بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي. نطالع هذه العناوين في هذا العرض مع الزميلة غراسيا بيتار. أهلا بكم. عملية بنيامين النوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان إضافة إلى المأزق الإسرائيلي الداخلي ودور CIA في الحرب، هذا جل ما يختصر عناوين الصحف الأجنبية والعربية الصادرة اليوم. نبدأ جولتنا بالصحف الإسرائيلية واللافت فيها أنها حملت عنوانا مشتركا مفاده كارثة المسيرة. وهنا في يد عود أحرونوت نقرأ عن الثمن الدموي المرتفع من جراء سقوط نحو 70 جريحا من بينهم حالات خطيرة جدا. والسؤال المحوري هو التالي: كيف نجحت الطائرة المسيرة في التملص من وسائل الرصد؟ وهل يمكن منع حادثة كهذه في المستقبل؟ أمريكا تدخل الحرب، تحت هذا العنوان في صحيفة الأخبار اللبنانية نقرأ في مقال لإبراهيم الأمين وفيه معلومات خاصة مفادها ضباط ينضمون إلى محطة بيروت لإضعاف المقاومة داخليا، CIA تشارك في محاولة اغتيال وفيق صفا.
ويتابع: تريد واشنطن قطع أي صلة بين حزب الله وأي مسؤول عسكري أو أمني لبناني، وكأن الأمريكيين يقولون لحزب الله إنهم سيقطعون أي رأس يمكن أن يمارس ضغطا على الجهات اللبنانية، وإن قتل الصفا يندرج في سياق معركة أطلقتها السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، التي دعت قوى لبنانية سياسية وغير سياسية إلى بدء العمل على تأسيس مرحلة لبنان ما بعد حزب الله. عن العدوان الإسرائيلي على لبنان ومن ضمنه استهداف قوات اليونيفيل، ننتقل إلى افتتاحية لوموند الفرنسية، وفي أبرز ما جاء فيها أن إسرائيل وكما فعلت في غزة تطرح كل مرة اسم قائد لحزب الله لتبرير تفجيراتها التي تزداد دموية وسقوط المزيد من المدنيين. وتضيف: القانون الإنساني الدولي ينهار أمام أعيننا تحت الضربات الإسرائيلية الصادرة عن حكومة منتخبة ومدعومة عسكريا من الولايات المتحدة. نتنياهو يخذل بايدن مجددا من اليونيفيل إلى إيران. تحت هذا العنوان في صحيفة النهار نقرأ لسميح صعب ما مفاده: بخلاف الرأي الأمريكي، يوغل نتنياهو في ربط معكوس بين غزة ولبنان وإيران وجعلها حربا واحدة دفاعا عن العالم المتحضر. في معادلة وصفها نحوم برنياع المحلل الإسرائيلي بالنبرة المسيحانية والاستفزازية. ونختم بمقال لأحمد الدرزي عبر موقع الميادين نت تحت عنوان: حزب الله وإعادة تشكيل الشرق الأوسط. وفي أبرز ما يقوله أن حزب الله أثبت دوره كلاعب أساسي في قصة جديدة لإعادة تشكيل شرق أوسط جديد في منطقة غرب آسيا، تنهي مفاعيل القصة القديمة ولكن لمصلحة جميع الشعوب. الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان بث كلمة مسجلة للأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله موجهة إلى المجاهدين خلال إحدى المناورات العسكرية. إخواني المجاهدين المقاومين الشرفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتطلع جميعا إليكم إلى عقولكم النيرة وإلى قلوبكم المؤمنة وإلى سواعدكم الفتية القوية، لأننا بعد الله سبحانه وتعالى نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى إيمانكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم، والدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف وكل إنجازات دماء الشهداء الذين سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وبارك بجهودكم وعملكم وسهركم وتعبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجعلكم دائما حماة الديار وحماة الشرفاء وحماة الدين والممهدين ممهدي هذه الأرض لقيام العدل الإلهي المنشود والموعود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال تحت جنح الظلام مجزرة مروعة بحق العائلات النازحة في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد ساعات قليلة على مجزرة بحق النازحين في مخيم سيرات. وقد أدت هذه المجزرة الجديدة إلى ارتقاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن الرعب الذي حل بالأطفال الناجين. أنا هنا فوق أنقاض ما تبقى من قصف إسرائيلي داخل باحة مستشفى شهداء الأقصى، حيث استهدف القصف الإسرائيلي هذه الليلة خيام النازحين
وهذا ما تبقى من آثار للحرائق التي اشتعلت هنا في خيام النازحين، ورافقها صراخ وعويل كبيرين للنازحين من الأطفال والنساء. والنار امتدت من خيمة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وأتت ربما على عشرات الخيام، والناس هنا تحاول كما تشاهدون استخراج بعض ممتلكاتها، وهذا ما يثبت بأن هذا المكان مدني خالص. هذه هي المرة السابعة التي يقصف فيها الجيش الإسرائيلي باحة مستشفى شهداء الأقصى، وقد نجم عن هذا القصف 4 شهداء وكذلك عشرات الجرحى، فيما الآن الناس تلملم جراحها وترقب ما جرى لها في مكان ظنت أنه آمنا. حفيدتي وبنتي كلهم خوف من حطب. مين هذول يا ابو محمد؟ هذول طول بنتي وبنت بنتي. احنا نايمين الساعة 1:10، ما سمعت يا خالتي الا صوت انفجار. طلعت كلمت النار هجنا علينا، مسكت بنات، انا ام لسبع بنات، مسكت بنات قلت لهم قومي يا ماما قوم حريقة نار ماشي. حملت بنات يا خالتي صرت اجي المستشفى، فيش امان يا خالتي فيش امان. الامانة فيش امان. هينا خدت انحرقنا احنا وبناتنا، ونحرق فراشنا ونحرق وعينا، مش عارف ايش اقول لك. احنا امنين نايمين في خيمنا نازحين يا عمي، قسما بدين الله لا بنضرب صواريخ ولا لنا في شيء. الناس تايهه، الناس مولعه، الجلد كله رايح عنها، واللي نزيف داخلي واللي نزيف في راسه ما بتنوصفش. الليله الليله كانت صعبه جدا جدا جدا. استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها باستهداف المستشفيات ومراكز النزوح يؤكد عدم التفاتها إلى أي من المواثيق والأعراف الإنسانية أو الدولية، فهذا المكان يقع مباشرة على بعد عشرات الأمتار من مبنى مستشفى شهداء الأقصى الذي يحتوي أو يضم عشرات أو مئات الجرحى، وكذلك يضم مقتنيات هامة لوزارة الصحة، ولجأ الناس إلى هذا المكان بحثا عن الأمان فلم يجدوه. من مستشفى شهداء الأقصى، أحمد غانم، الميادين. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا أكرم دلول من قطاع غزة على وقع هذه المشاهد وهذه المجازر. ماذا في تفاصيل المشهد أكرم؟ ماذا عن تصدي المقاومة وعملياتها البطولية في قطاع غزة تحديدا في الشمال؟ يعني نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل المجازر والغارات تحديدا على كل محافظات قطاع غزة. دينا، دعينا نبدأ من الجنوب قبل أن نذهب إلى الشمال. في الجنوب قبل قليل مركبة إسعاف حاولت أن تصل إلى منطقة مواصي رفح في جنوب القطاع، تم طبعا هناك استهداف مجموعة من المواطنين، وبالتالي من المنطقي ويعني من صلب عمل الطواقم الطبية الإنسانية أن تذهب لإنقاذ الجرحى، لكن المشهد كان مغايرا، فقصفت المدفعية الإسرائيلية مركبات الإسعاف التي حاولت أن تسعف هؤلاء، الأمر الذي أدى إلى إصابة مسعفين، ويعني دون معرفة تفاصيل أوفى بشأن المصابين الذين كان الجيش الإسرائيلي قد قصفهم في هذه المنطقة، منطقة المواصي التي تؤوي نازحين. كذلك تم انتشال جثمان شهيد من منطقة شمال مدينة رفح، منطقة مصبح، وهذا الشهيد ينضم إلى 4 شهداء آخرين، وبالتالي يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مشفى ناصر هنا في خان يونس من مدينة رفح منذ ساعات الصباح إلى 5 حتى هذه اللحظة. في خان يونس هناك قصف مدفع إسرائيلي في مناطق الشرق، أما في وسط القطاع فنتحدث عن يوم دامي، يوم صعب عاشه النازحون يعني كليلهم، ونتحدث عن أن المشاهد التي يعني رصدناها وشاهدتم بعضا من تفاصيلها لم تكن إلا بعض مما جرى. نتحدث عن محرقة أحرق الجيش الإسرائيلي فيها خيام النازحين بمن فيها من نساء ومن أطفال وشيوخ في مشفى شهداء الأقصى، وكذلك في مدرسة المفتي في مخيم النصيرات. 43 شهيدا على الأقل ارتقوا بفعل هاتين الغارتين، وعدد آخر من الغارات
الغارات التي كانت طالت عدد من المنازل في وسط قطاع غزة. كذلك قبل قليل علمنا بقصف إسرائيلي طال منزلا جديدا في مخيم النصيرات في منطقة أرض المفتي، ولكن على الأرجح وفق التقديرات أن المنزل مخلى وبالتالي لم تقع إصابات بحمد الله. المشهد الدامي ما زال في شمال قطاع غزة على ما هو عليه لليوم العاشر على التوالي. القصف الإسرائيلي مستمر على كل مكان في شمال القطاع، في جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، لكن الموجة الأصعب من الغارات ما زالت تتعرض لها المناطق الشرقية من محافظة شمال قطاع غزة، وهي جباليا المخيم وجباليا البلد اللتان تحاصرا من قبل الدبابات الإسرائيلية وبالأحزمة النارية والقذائف المدفعية. أكثر من 40 شهيدا منذ ساعات صباح هذا اليوم وحتى الآن تم انتشالهم من مناطق شمال قطاع غزة، جباليا ومحيطها. وبالتأكيد نتحدث عن أن هؤلاء الشهداء إنجاز لي التعبير محظوظون، على اعتبار أن الحديث يدور عما لا يقل عن 300 شهيد أو 400 شهيد دينا ما زالوا في الطرقات والشوارع وبين الركام وأسفل الأنقاض، يصعب بصورة بالغة على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم في ظل الغارات الإسرائيلية التي يعني كما أشرنا لم توفر مركبات الإسعاف. مشافي شمال قطاع غزة ما زالت محاصرة تئن تحت وطأة العدوان الإسرائيلي والتهديدات المستمرة بالإخلاء، لكن الملاحظ أن هناك مزيد من يعني الصمود والتحدي يبليه الأطباء ولا سيما إدارات هذه المستشفيات، مشفى كمال عدوان، مشفى العودة، وكذلك مشفى الأندونيسي، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يسعى لقتل مئات المواطنين الجرحى والمصابين وحتى المرضى بمن فيهم الأطفال الخدج في داخل أقسام العناية المركزة، تحديدا في المشفى الوحيد الذي تتوافر فيه هذه العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان. يمكن القول أننا في المقابل أمام مشهد من قبل المقاومة الفلسطينية منقطع النظير. هذا المشهد يتمثل في ضربات نوعية ما زالت تسددها المقاومة الفلسطينية على مدار الساعة، تدمير آليات عسكرية، الاشتباك وجه لوجه مع القوات الإسرائيلية، تدمير أيضا عدد من البنايات التي اعتلاها الجيش الإسرائيلي. ولم تكن آخر هذه العمليات المشاهد المثلجة التي وثقتها كتائب القسام لعملية الكمين المحكم الذي طال سرية ميكانيكية هندسية تتبع للجيش الإسرائيلي. لاحظنا الأريحية في التنفيذ، لاحظنا الرسالة التي وجهتها أيضا القسام بكل قوة لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، وكل هذه بالتأكيد لها يعني مضامين مختلفة على اعتبار أننا نتحدث عن عام جديد من هذه الحرب وإسرائيل لم تحقق أي شيء، ونلحظ تصاعدا ملحوظا في عمليات المقاومة وحتى التكتيكات العسكرية. تصدي المقاومة لم يتوقف على جباليا بل في جنوب حي الزيتون، قالت سرايا القدس أنها استهدفت آليتين عسكريتين. في رفح أيضا قبل ساعتين قالت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة شديدة الانفجار، فأوقعت هذه القوة بين قتيل وجريح في مناطق الشرق، هذه المناطق التي أعلنت أيضا اليوم القسام عن استهداف دبابتين فيها. وبالتأكيد يعني نتحدث إذن عن تصارع في ضربات المقاومة رغم يعني ضراوة المواجهة وعدم تكافؤ القوة، وأيضا رغم الغارات وعمليات القصف الذي يكاد لا يتوقف على كل محافظات قطاع غزة. شكرا جزيلا لك زميل أكرم دلول، كنت معنا من قطاع غزة. كتائب القسام قالت بأنها استهدفت دبابتين صهيونيتين من نوع مركافة بقذائف الياسين 105 قرب مسجد السيرات في حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي القطاع. ونشرت كذلك المقاومة الفلسطينية كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد لكمين محكم أوقعت خلاله قوة تابعة لجيش الاحتلال. المقاومة تواصل عملياتها ضد جنود ومواقع الاحتلال وأوقعت سرية مشاة ميكانيكي مؤللة من كمين أو في كمين محكم شرق معسكر جباليا جنوب القطاع. وتتكون السرية من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود تم تفجيرها بعبوة شواظ.
عنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأخشيناهم فهم لا يبصرون. الله معك، الله معك يا الله، يا رب كن معه يا الله، يا رب وفقه يا الله، يا رب اكرمه يا الله. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نسأل الله أن يفتح على أيدينا وأن يكرمنا الآن. رسالة إلى جلند الحقير والذي يذكره بكلماته لك والذي قال فيها في بداية المعركة: أرى انكسار الحماس بإذن الله، والله إننا نرى انكسار لإسرائيل، وسيشهد العالم ليس انكساركم بل زوالكم. هذه الأرض لا تتسع اثنين، تسعوا شعب واحد، والشعب الفلسطيني بإذن الله سندوس رقابكم، إما نحن وإما أنتم، والأيام سجاد. خسنا خسنا. خسنا. شيء هذا توكل على الله. والله فيها ملو يا معلم، والله ملو. إذن مشاهدينا بهذا نختم هذه النشرة. للمزيد زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.